فيديو جماعه هو ما ياكلش معانا خاطر الكرش كبيره شوف برا لي برا لي ما عندناش شوك على ما عندي انا يا اسمعكم هذه الاجواء احنا هذا واش رانا حابين الرساله تاعنا من فنان للفنانين احنا هذه الرساله تاعنا اللي حابينها ماناش حابينكم يا فنانين هذا هو المواطن هذا هو الزوالي اللي راهو محتاج الابتسامه احنا حبيناكم هكا تخرجوا بعفويه بلا بروتوكولات تخرج هاو الفاهم مسكين جاي من تونس على واش جاي مع ولا خاوتو يفرح مع الذراري الذراري احنا كي يشوفونا يفرحوا هنا راهي صدقه راهي صدقه احنا السكان تاع المناطق المتضرره كل واحد كيفاش عاون كاين اللي بالدعاء كاين اللي بماده كاين اللي عطى دراهم كاين اللي عطى دم وحنا جينا هنا بالابتسامه تاعنا نورمالمون شيء عظيم الحمد لله مقبوله من عندكم الشيء اللي مقبوله من عندنا مرحبا بكم ان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله شوف الابتسامه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله على الشيء اللي نديروا فيه انتم يا سيدي الحمد لله ان شاء الله شكرا ربي يهنيك شتك ما بغيتناش زعفت منا لا 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 يحفظك ربي يبارك ربي يخليك ربي يخليك على كل حال احنا الحمله هذه اللي كانت بقياده الاستاذ فؤاد السي فؤاد وقال لي ما تقولش السي بس معليش ندخلوا على راهي تشك على النهايه تاعها اليوم نعود من المنبر هذا نشكر كامل السلطات تاع ولايه الطارف اللي وقفوا معنا ووفروا لنا كامل الامكانيات تاع التنقل للمبيت وكيف كيف ثاني نشكر الامن الوطني تاع القاله ونزيد نشكر الامن الوطني الدرك الوطني تاع ولايه الطارف تحيه منا لكم ونشكر ثاني الحمايه المدنيه اللي دات طريحه باسكو الحمايه المدنيه هي اللي دات طريحه في هذا في هذا ايه عيا ومسكن واقع 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 مشكورين بزاف مشكورين يعني تعبوا تعبوا يعني